بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر للتنس الأرض تحييكم. النهارده معانا اللاعب الجميل خوان مارتن ديل بوترو، لاعب كرة المضرب الأرجنتيني محترف، ولد في سبتمبر سنة 88. ديل بوترو تم احترافه 2005. ديل بوترو ده من الناس يعني شهرته ديل بوترو، اللي هو خوان مارتن ديل بوترو وشهرته ديل بوترو. أرجنتيني زي ما قلنا. تم احترافه في 2005. يستخدم يعني في لعبه بيستخدم ايده اليمنى دايما بباور كويس جدا، وليه باك هاند ممتاز جدا بالتو هاندز بين الاثنين. كسب لقب الفردي للرجال في بطوله امريكا المفتوحه، دي اللي كانت بدايه شهرته، كان سنه 2009. في 2009 كسب البطوله امريكا المفتوحه فادته شهره عاليه. كسب ميداليا سنه 2012 في ترتيبه كان في الرابع، يعني وصل في الترتيب العالمي الرابع، كان في الترتيب بتاعه العالمي وصل للرابع. ودول بوترو كان ليه رونق داخل الملاعب جذاب من الناحيه العقليه، وكان الباور بتاعه بيد اليمنى جميل جدا. احنا يعني حتى لاحظت ايده اليمنى ليه؟ لان كانت الكره بتاعته مؤثره جدا داخل الملعب، وكان بالنسبه للباك هاند برضه لانه كان بيمتاز بانه يلعب الباك هاند بايدين الاثنين، فكان بتدي باور قوي جدا ومؤثر داخل الملعب. بالنسبه اللي بيلعب قصاده كان بيخاف جدا من الباك بتاعه، لانه كان شهير جدا ان هو بيبقى ذات باور قوي جدا. ديل بوترو برضه كان في ليه في جراند سلام بطولات خدها، ولكن يعني مش عاوز اقول دخل يعني ما خلصش بطوله كامله من رولان جاروس، يعني ما خدش لا استراليا المفتوحه ولا امريكا المفتوحه ولا ويل بيلدون ولا رولان جاروس، لكن لعب فيهم وكان ادواره كالاتي. كان في استراليا كان الدور الثاني، فصل للدور الثاني في 2007 و2008، وكان في 2009، وكان كيو اف يعني او بنقول احنا عليها الدور الثاني في 2012. وفرنسا المفتوحه برضه وصل دور اول في 2006 و2007، وخد فيها اس اف في 2009. وفي ويل بيلدون كان وصل للدور الثاني في 2007 برضه، في بطوله ويل بيلدون وصل 2007 و2008، وبرضه خد فيها الفور ار اللي هو 2012 و2011. في امريكا المفتوحه دي بطولات جراند سلام. في امريكا المفتوحه وصل للدور الثاني في 2007 و2009، وكان ليه نظام جميل جدا ديل بوترو، وكان بصراحه في المشاهده ليه كان بتبقى جميله جدا، وكان بتبقى ذات رونق جميل داخل اللعب في الملاعب. شكرا، وان شاء الله في لقاء لاعب اخر. متشكرين، شكرا للقاء.